فورا الى تناول الكلمه وفقا للماده 66 صافي الماده 66 من النظام الداخلي للمجلس. الكلمه الان للسيده النائبه المحترمه نزهه الوافي في اطار الماده 66 من النظام الداخلي للمجلس. تفضل. قليل من الصمت. شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون. نريد أن أحيط المجلس الموقر علما وكذلك أن أدق ناقوس الخطر لمأساة إنسانية تقد مضجع الكثير من الأسر المغربية المقيمة بالخارج لتحصرها على إثر انتزاع أطفالها القاصرين الذين هذه الأسر اللي كتعيش أوضاع صعبة وتعاني من مشاكل أسرية تقضي إلى نزاع أسري، وبالموازاة في هذه الوضعية الصعبة تتم وفق مسطرة قضائية سريعة جدا نزع الأطفال من الأسر ديالهم ونقلهم إلى أسر إيطالية، وهذا كيوقع حتى في دول أخرى، ولكن للأسف الشديد أن الحالات هي مرتفعة بالنسبة في إيطاليا. أو نريد من في هذه الإحاطة أولا كنقولوا ان المتضرر الاول كيف ما كنعلموا جميعا هي الجاليات الاجنبيه وخصوصا المغربيه، وبالتالي الناس دابا مابقاوش عندهم باش كيخلصوا الكرا، مما يؤدي الى صدور بعض الاحكام القضائيه بالافراغ ديال البيوت. كيخرجوا الوليدات كتجيب موازاه تفعيل هذيك المسطره القضائيه لانتزاع الاطفال، وبالتالي مجموعه الحالات دابا اللي كيتصلوا بنا هما في هذه الحاله. ثم ان احنا يطرحنا على السيد الوزير المكلف بالجاليه هذا الملف، اقرب هذه الاشكاليه هذا وقال غادي يعتمدوا اليه المتابعه. لحد الان لم يعني يتخذ اي اجراء لحمايه هذ القاصرين للاسف الشديد، لا من طرف الوزاره ولا المؤسسات المعنيه الاخرى بتدبير هذا الملف الهجره بصفه عامه. ثم حنايا في هذا الاطار ثالثا كنحضروا ونتخوف من تداعيات هذا الانتزاع فيما يخص ما يتهدد هذ الاطفال من مسخ الهويه ديالهم الثقافيه والدينيه، بل وتغيير ديانتهم كما قال بعض المختصين في هذا الاطار. رابعا حنايا كنقولوا هذه الدوله الايطاليه بغينا الحكومه انها تاخذ العبره ان فعلا هي عندها اشكال الاطفال المتنازع حولهم، وبالتالي دارت واحد الاليه واحد فريق عمل مختص لحمايتهم، ونحن نريد كذلك ان الحكومه تلتفت لحمايه الاطفال القاصرين تنفيذا لتوجيهات الساميه الملكيه. شكرا. وكذلك لتطبيقا ل